ست العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلته زعم ناس وابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة لا سيدي بو الحميد. فين فين الفين متقاعد وراك اتون وراك تسيك في خويك مش تسيك تفيك عوضا فرضا عرضا مسكيني احنا بالجن وانا باه تقص عليه منيمو يثور يلقاك في وجهه هرب منك جاي حذي كل صباح ينوضي يلقيك. لا خويا تهير مني لا صبح على شيطان هو. ليلة ليلة حشيك لمكنيتي هنا قالت لي يا يما يرحمها اره يا يما خاتي ما تقوليش لي خلعينا كل تقول لها يما سمر هلا واشي ما يسوليل هم جادة تقول جد وجادة تقول يما ويما تقول لي يعني وني نقول لخميسة وخميسة تقول ذريتها وانت ماشي ماشي نهار مغلل الأطفال وين ماشي ونانت نمشي خيط أنا ماشي نندب على أيام الزرق حاجة أطفال جبال آخيت يا البارح ما نرقيت ما هي مش طار الليل كي رقيت جيت تنحي نلقى الحلقة بدأت تعاد قريب الدم حلقة؟ ولا أنا حلقة وصلت يا خيلتي هاي من ميت كلت مسلسلات بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر سبحان الله كف الله الشر يما فين تعرف يما نحلمك نفي كياس طويل بجنبي من هنا من هنا بقالون احمر ليله مادامو بوعرقو وباحمر ليله مش بوعرقو وبوعرقو ونحمر مادامو في المنيه من راجل احمر ونحل يدور اي ونحل يدور معناته وين راجل تدور لا لا مش وانت اللي تدور الرزق هاو جاي يدور يدور هاي وانا ماشي هكاك ويعرضني باب نخلط ليه وتحل نا داخل وببش يستخدمني وستكل باب في وجهي جا ربي سفير ونا تقول لي شر كلب قدامك وش بيك ما وش مبلحك راهو منيم يا خيلتي وبرا منيم تسقف في وجهه الباب اتاسيو يا جبل الخطرة جاي هاي تعدد سبحان منفصل وصول الخطرة هذي هاي بينك وبين من بيه تدري علي انت الباب لعل باب الكار لا لا مش الكار باب الجنة تحرم وخيك وين بيه رمضان تخل قول له تفضل مرحبا ما تقول ليش وين بيه لما ثمش ملسوق لو كاميرا كاشي وين بيه انو باين من عيونك حتى النفة تمت ايه وشيني رايك فيه مش عندي مش تقول يا أبا نستناو الغدو كان مش يشرى 10 9 نمشور انت ايش تقول يا ببيشة والله انا من رايي سلفيا منه وتصب وظهر لك انا بو في الدار هاي مبالك عندك اصحاب هاي فيه ما عنديش مالا ما نمشوش ايوا شي ما يجيب توا كان السلع ماشي كيف عملوا انا 10 ارانب و6 فكارن و5 عصافر
مرحبا بينا. شبيك يا صاحبي زوجو؟ قلت لا لا في أم الخدمة صاحبي، راك أنت المعلم الكبير راك. يا ودي ما عمل هذيك راك باش تعلمني العصافير اللي باش نبيعوهم. باهي صحيت. إيوا يا سيدي نزيدو معاهم في لفاقة نافد. وليد أحمد شبانه قال لي السلعة مفقودة شوية. كاو نبدا بابو ما يزي في البركة هنا. والله العظيم. منجي. رجلت امورك ما لابش تبدا اليوم؟ انت لا عاد فيما اليوم رشك الحانوتة وغدوه ان شاء الله نتوكل على ربي. ربي يفتحها في وجهك. امين. شيء الله الا فايزه. يا فطيمه فطيمه بالليل من ساعه قاعد نخمم هيك قلت نبدا بشويه حيوانات اليفه بعد ايش نخلط. اش تخلط يا منجي ما فهمتش؟ يا ما هو نبدا نبيع هكا الحيوانات الاليفه وكي تمشي شويه الامور نبيع معاك الحيوانات المتوحشه المفترسه. يا منجي. نعم يا اخي باش تبيع السيوده في الحانوتة؟ لا لا يا فطيمه مش سيوده. هيك قلت نخشك عيبات حيوانات صغيرات كيما مثلا مورو وزرافات وكنغروات ونربيهم. تعرف يا فطيمه قال لك هذوك كي تربيهم وتبيعهم فيهم برشا مصور برشا. ولين ما تربيناش ديناصور هوني في الدار يونسنا. منجي. نعم يا حيد. وقتاش باش تبدا تخدم؟ في جمعه وانت تحسب. غدوه غدوه ان شاء الله باش نتكماص يا حيد. ان شاء الله ربي معاك. تعرف يا حيد الساعه نحكي انا وفطيمه قلت لها كان ساهر ربي ومشى المشروع باش نبيع في الحانوته فهمتوا الحيوانات المتوحشه المفترسه. عرفت حيد ناخذ هكا نمر هكا صغير ونربيه ونبيعه. فكره هيله ولا بالله. فك عليك يا منجي. النموره يكبروا يدوروا عليك. ربي مثلا القروده. القرود كي يكبروا ما ياكلوكش، كان خليت يسرقوك ويهربوا. تفلك يا حياتي. يا حبيبي يا كان كل قرد انا نربيه ويسرقني ويهرب ما يقدر حتى شيء. تعرفش كيفاش يا زوجي يا صاحبي؟ كل قرد قبل ما نربيه يعمل لي تصريح على المليك بتاعه. لا لا ماهوش موضوعي. نتكلم فيك من تليفون المنجي. قل لي يا سلوى، الفاضل جاي. ايوا. مين هو على كيفها؟ تعرس بصيف عليها. اسمعي سلوى تمشيش كي تجي تقول لهم اللي انا طلبتك. يهنيك ربي يا بنتي. انت ليه ماني كنت خايفه لا تحشقني في هكا تزيري؟ يا اخي الحمد لله طلعت فد الكناسطه وبرا. هيا في لمين يا سلوى؟ يا عيش بنتي قل لي كان ما عندكش ما يسالش راهو. بالسلامه. سلوى هذه يا سلوى بنت الرقيق ما يجيب السلعة من تركيا وصيتها بجيب لي تميق معاها. آه وكملتش الروبة. هيك حاضرة تستنى في مولاتها. اي حتى هي جاية بكري يوم مليون يعيشك. من غير مزية اللي أنا شعملت. قولي حيوتة تحبش نوصي سلوى تجيب لك قطيعة ولا اثنين؟ صرا هي جاية؟ هاي قالت وحشتكم تحب تجي تطلع عليكم. اي مرحبا بها. ما قلتليش تجيب لك ولا لا؟ ليلى عايشك امي انا اللي عندي يكفيني حسونا يرحم وما خليني نقصى شيء. هيا بيه وصح راسها. الو شكون معايا؟ المنجي ماهوش هوني لله ماهوش في صفاقس وماهوش في تونس. المنجي حرق جمله واحده وماهوش راجع وهالنمرو هذا نساه فسخه من مخك. مازلت تطلب ورحمة بويا الغالي لما نجيب لك الشرطة. قالوا بذي ما كثرهم مازل عندها عين وتطلب. مشي الحمامات كلفت هين 860 دينار كان ديته الجربة يبيعوني في الجنينة. يا لو جه ربي مش مسكينة تو الخدمة مش ماشية المرأة ملوحة في السبيطار الذرية يعلم بهم ربي يجو ولا ما يجوش الدار هاني ولد فيها ضيف الصحة هاي ما تاخذ اليوم لاباس غدو يعلم ربي عالم عاد الضايع الذي لا اله الا هو المظل نحرد في الزقاق مريو الخلعة لم في الكواغط كم حد يوم. يا ربي يا ربي يا ربي آه. كان عايز ظهرت لي في المسكن يا اللي يعطيني ما كبر لي يعطي وراك تتحدث وحدك هاتف ولا جبال. لا 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 باس يا خويلتي وانس في روحي برا.
هطفل لها جبل راه مش مليح هيك الهيم. عنا واحد من الجوارين كان وانا باه يخدم حساس في البوست. لا لا مش في البوست وقيلة في اللانجار خلاص. هي كان يعس لباسنا عليه صبح الصبح لقوه يتكلم وحده. ما جت العشوة كان طاح عليه زقف خليه قرص. نشرب قهوة خالتي. هي نشرب صب قهوة لي وقهوة لخايك هاو عدك بيه وبرا تروح تفرح كذبع. لا لا مش كذبع كل غزيل. هات لي قازيته ما عادش عندي نفع. ولا ما لقيتش جيب لي زوز قوار وحلوزي. زوار وحلوزي؟ هاي ولا ما لقيتش زوز قوار وارتي حافيين من باب الاحترام. لا لا مش الاحترام التنويع. خمسة ايجي اخويا اسمع لك ايجي. عايشو ماي فريند. ايش هو؟ التوا ما خدفت. نورمال ماي فريند ما خدفتش المرة هذه تخطف غدوة. ديما هذه بالذات شاممها. عاد سبارتيات باش تلعبوا اليوم العشية. فارهم يلعب على السكر يا سكر. ربي يجيب القسم يا اخوي. ما تعرف ماي فريند غير اللي بابوش عنده زهر مش نورمال. هو عمر لي الوريق ان شاء الله مربوح على يديك. بربي بابوش منين جاه الزهر مسكين؟ يا اخي تشوف فيه حالته تقرب يهز الساق المسكين تغرق الاخرى. لا لا شمامها مربوحه على الدخل. ربي سهل يا اخوي. حبيبي وامل حياتي. انا نفسي حامل. انت وينك يا راجل؟ ما تقوليش توحشتني. شنو توحشتك الغادي؟ ها شنو امورك؟ والله شيخ في المطلق اش باش نقول لك دائس بين قوسين في التفصيل حسيل ولا داعي للركوب بردعي. شنو الطليعه هذه؟ فعلا كحال البلاد القافله تسير والكلاب تعوي. ما تقوله انت حق وما اقوله انا باطل وكل منا على صواب. وما تسالنيش معناها خاطر انا بيني مانيش فاهمه. قل لي كيف حال البضه؟ ها؟ اما بضه زين. تلك الفتاه التي سلبت قلبي ودغدغت مشاعري. عرفتك. وين منين نعرف عليها يا اخوي؟ ارحم قلبا حطمه الهواء. شوف يا بابا لا هواء ولا ما يعيشك. هذيك المراه راهي ما تعرفها الله يرحمه. وانا وياها بالقدر يا اخوي. تشتغل القدر في الحب والصبابه. انا داخل بيت رب العالمين ونحبك تعاوني. يا سي حامد انا نعاون خويا في قهيوه في كويستي في شربه ماء حد يثمه. اما هالسقف هذا راني عمري ما ندخل تحته. صح فطوركم. يا منجي اقدر صفطر. يوه يمي مزروب مزروب باش نشوف سبانخ. شكون؟ احمد سبانخ يا حيد. ها سبانخ اللي باش يجيب لي السلعه نتاع الحانوته. مو ساعة شوية تلفن لي. قلت له الو يا سبانخ صحيح انا قلت لي مور كله. قال لي كل شيء من هيك. كل الحنوشه يا منجي. نعم. باش تبيع الحنوشه زيدة في الحانوته؟ يا حبيبي حبيبي ماهوش كل الحنوشه الطويله هكا اللي لطفوا حاشاك اللي يلسوا. هكا الصغيرات عرفت هما هكا اللي يحطوهم في مزينات في الباب زيت ويعبيهم بالالكول يحطوهم فوق التلفزيون الببليت هكا عرفت هما. ما تقوليش حبيت تولي فاكير هذاك اللي يلعب بالحلوشه. يا بنتي العبد مالي قدامك من غير ما نفخر لك روحي اكبر حيوان. يا ربي اكبر سبيشاليست في الحيوانات. وين احكي لك نقول لك حنوشه مانيش نقفل بعديك روح. هذوما يا لاله فيهم برشا مصوار والناس تحبهم ويعملوا منهم سبت يعملوا منهم شيكون يعملوا منهم صبوبت. ايه ما قبل الحجيله تعرف اللي تقول له حنشه يولي هكا يرعى شو سنين تعرق من الخوف ويقطع. هيا تو مقطع باش نمشي نشوف السبانخ. حق حليله اسمعني تحبش ندبرك قرايد بسو مرفق؟ مونجي شادي ولوش راح ندير بيه؟ يا حبيبي يا حي نور عليك اعمل بيه كسكسي قداش ندير بيه؟ يا بنتي شفت هكا الخلود يشدوهم هكا ويفربوا لهم بسيف انت ولا الجمجمه نتاعهم ومن بعد يبدا المخ نتاعهم هو يتحرك وما يدير يشوف يزي مونجي يقصد ربي. يا خلينا نفطر على رواحنا. يا باي باي شاي طيبه. ناقص هو وزاد دور بيه الحيوانات. ودزتي لي هاني جيتك طاح علي الليل هم قعمز قدام بيتك في سروال طويل. لا 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 وقيلة مش طويل أنا قصيت وعيد. أما خاتي كملتيش. لا لا هاني كملت أحكم ترى هيك امسيس امسيس. هاي يا لاله امزز قرو حلوزي بالذي لا اله الا هو ما لقيتهم الا مساك يحفت. ايه يا حاسره يا زمان اوقف اوقف. لا لا مش اوقف اقعد. شهر باش مقعدني حداك يا خياتي خليني نخدم على روحي. اقعد اطفل عندي ما نقول محسوب فار النهار. لا لا مش فار طار النهار.
ايه يا حسرة يا زمان، كيفوا من تالي وتشعلوا من قدام. تعرف تفلي يا جبل هيك الهام، منين كان الدخان فيه كان خالك الحي تجيب لنا سزقوار وحلوس قصروا بيهم الليل. هاي هذا قبل جينا التلفزة ونفس 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 لين تقطع علينا نفس يتم ونرقد ونثور الصبح نلقى روحنا راقدين. نثبتوا خيطي قوار وحلوسي باش بحاجة أخرى. هكايتي عندي كي تو الحاصل سيدي سكرني جاي ودختي نوصيك. هذاك هو. هاي واش قلت انت؟ فير الاعتناية مكبر ليا دي فاللي كنت نقول لك فيه. لا انت واش قلت يا خيلتي؟ نهار مغلل صارني مازلت ما قلتش. عمالي قلت هاني ظهرت ما قلتش. هاتفل ثبت هذا حلوزي. هلا خيلتي تجيب ليك تكروني نايا. هيا مليح واش تنقول ليك نايا؟ قول الله خير من قولي. باب 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 انفس بحسابه. هاي ما نوصيكش حق خاي هلا وش بيه بطا برا محلينيش خاي كيفيه ما تخليش وحده راهو ساعة ساعة يدق عليه حرس تضرب انفس. لا لا خيرتي انا ما نكيفش. اش تنقول ليك نا انما بحيث وين به سايس روحك الحمص راهو مخطر ياس كي يجي شق القياس لا تقول لك لك عامل عربي وشب كان منحت من الكهرباء الاولى الكهرباء الثانيه سان بورسان من لك الوقت يعمل ربي سبيل. لا لا مش سبيل ادلي هرجب هوش عني صاحبك رجب هاي هرجب حوش عني صاحبك هرجب مال حوش أربع بيوت وكوجين. يا أخي لبيس ما لبيس أما وش رايك في الحتاك يا من فين؟ قصيت لي سرويلي؟ ما قصتشنا أنا مين القص وسيد؟ يما لا يما أنا لا 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 حبس ثم هو ما قصوش ناشيه دويدي اللي قصو كان تو تو هني انت جيت وطا مشو سردوك طلعت راح ويما اجل اجل اسمعني ما دام المجال مازال مفتوح فلا داعي يا ودي مش للركوب برداعي. عسلامة طنطو حامد. عسلامة. لا داعي لغلق القوسين يا ولدي انا صاحب خبرة ونعرف المستقبل طوال الزوايل بين قوسين. اسمعني اتوب بعد نكلمك طول نطلبك على الهاتف النقال عليك. عسلامة البنت. عسلامة. عسلامة. صباح شنو احوالكم؟ عجبتك بالدويرة؟ والله ايش باش نقول لك؟ لكن نهار قمنا صبيح لقاو الدنيا عايمة بالماء، كما جاش بابوشة عاودنا وبدلنا شعب رانا غرقنا. مش خذا عليك بابوشة؟ ليه مسكين ما خذاش شيء؟ عاودنا وبرا. يا باهي كما قال عزة العليلي الجيران اللي بعزيها. مازال موجود الفويت؟ إن شاء الله ما عادش يتعاود. لا تهنى ما عاد باش يتعاود. وأنا تو زيد نوصي عليكم بابوشة، ما خيش عنده ما يعمل هو. عايشك طنطو. عايشك. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. شنو صيفت على بكري؟ هلا واش مش على سال الصيف برك على سال الايامات نخدم مع التوريست. قلت نبدل كوستيم شويه باش نولموا بعضنا وباش السياح ما يحسوش روحهم غرباء. يا باي طمنتني على السياحه. يا باي كلبس السروال وقعد اشرب حاجه على حسابك. بارك الله فيك ما عنديش وقت. واش نحوالكم ابنوي؟ على السلامه سبا. الحمد لله انت سبا. الحمد لله. اسمع سلمنظر ماشي شرب البنوية الكل على حسابنا. حاضر يا سيدي الله يبارك. يا سلمنظر ملا زويز ديراك دو كعبة جزوز ليمون بين قوسين احتفالا بالذكرى الأولى لشورت الفهم. هي تفهموا مع بعضكم عاد هي الفهم. اش تحب يخوينه بابوشة ماي فران بابوشة هاو جاي في بيت الراحة فهم ايش نقول يا اخي مش قلت لك النهار باش نهزكم بحضرة الجمعة؟ لا ما كنت هي تو دايخة شوية مش دايخة لا يا شوية غدوة الحيطة نهزكم ليه؟ شكون هي اللي باش تهزم ليه؟ ياما مش تعمل يا ياما
إما سي حمد كانت طبيبة في شمل الكار توا طلعت على الانتريش. بابا 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 اسمع سي. ها صافي حل زول، اشنو رايك في الحانوت؟ مشروع عالمي ولا؟ اللهم صل على النبي. خاصة خويا كعبات الترين الحمر الذي لا له واحد يدرغمهم درغيم فوسط الفرينة ويقليهم فوسط الزيت، بان معهم شوية طماطم وشوية فلفل وشوية بطاطا، يجوا مقلي بريمة. يا حبيبي يا يجوا مقلي تدبول يا حلزونة. يا ودي مصر معاك. هي هي. تعرف حلزونة؟ زدت ما شفت حتى شيء أنت وبتجيب لي توا أحمد شبانة. سلام. لو شفت فيش باش نرد أنا العنود أيش. يا خويا تبارك الله تبارك الله، إن شاء الله عاد تساعد الوجه. أمين. هكا هو ما تنساش غدوة هذا صاحبي. غدوة؟ غدوة؟ يا حبيبي شنو تقول لي فما؟ الغدوة الأوفرتير. وش؟ التاتشين التاتشين الافتتاح نتاع الحانوته يا حلزونه فهمت ولا؟ اي الافتتاح ربي ان شاء الله يفتح حلزونه الناس كلها امين يا ربي. اسمع ما تعرف الافتتاح ما تجيبش يدك فرخة يا رب ايش طيب نجيب ليك اخوي جربوع يا حبيبي شنو ما في فكره عالميه ما جاتش في بالي اسمع يا حلزونه تعرف شكون يدبر لنا الجربه نتاع الصحراء؟ انا عندك المونجي يا ريع بيع جربيع هنا في الحانوت علاه ايش بده رجعتك خدك باش نبيع السلاح انا تجربه مو حيوانات تبعين حدا لا خويا ما عنديش شكون يجيب فيني بثوني جربيع الصحراء مش جربيش ها شكون يشد ما ذوق بيت عرش كيفاش احنا جو ديال قد الفنيه ما تنسيش فهمت لا ايه خويا هاي الصح لا تاك يا حلزون حلزون يا حلزون ما جاتش في بالي فكره هي انا الحلزونات المونجي حركوا دبعت بيع دبوش تعرف يا حلزونه شنو رايك ان انتقى كوني في فم الباب مسمار 10 ها شنو رايك ترى شنو رايك راس بقينا تعلقني غادي في قدام الحانوت يا حبيبي يا حبيبي فهمتني بالغلط نعلق لك تصويرتك تصويرتك نعملوا بيك بي سي تي والله انا اول مش نعرف جاي نبارك ليك اقعد فهم يا حلزونه فتك معك كيفاش ما يتغشش يا حبيبي يا ودي زيد واكل ميجي 55 عليك أيوة مرحبا مرحبا تفضلوا تفضلوا زرت البركة يا سيدي اسمعني يا فطيمة شنو رايك كان نقابلوهم ببعضهم يا سلوى كيفاش باش نقابلوهم ببعضهم انت تعرف حياة لكن نقولها كلمة والله لا ما تكيكس أهلا مدام مرحبا بك أهلا وسهلا بأختي حجلة شنو أحوالك لاباس سافا تخي بيا الحمد لله وانت واش راكي سافا الحمد لله يا ربي في خيار الخير عيشك بصباح زيني؟ لا لي عيشك عطيك صحة جيت برك نسلم عليك هذا مكان يعيشك يا للا ياخو بخاطرك أي مالا نخليكم مرحبا بي سلامة اسمحها هالبنية ومحليهم يا فاطمة ماخذيش يا راجل لا لا حتى هي ما عندهاش زهر مع الرجال قديش من برا خذيت وبطلت سيكنا ربي إن شاء الله يجيب لها مكتوبها تحبش يا فاطمة ندبر لها راجل شو هذا سلوى؟ يا خيتي جيت الحياة ولا باش دبر راجل الحجلة؟ باش تولي لي خاطبة؟ تشبيه أمي فاطمة راهو كله بثوابه ورحمة العزيز الغالي كان أنت تقوليها على ما غدوة ندبر لك راجل يهب في بالي سمعتها صباح تحكي في التليفون خليها تحكي اللي تحب وتقول اللي تحب وأنا نعمل اللي نحب أنتو كهي حياة تطارة يشد صحيح باش تدي لك هذاك الفاضل امبوسيبل باش تسيب هكاك خليها تفصل وتخيط كيما تحب هي مانيش صغيره انا نعرف ما يصلح بيا حجيله شوف شوف البيبي فرحك يظل لي هذه الطفله نتاع البارح على روبتها حسونه حسونه عزيزي بدلو باباتي ها ليه هكا هو اللي قلت انت هذاك هو ورس ولدي لنبدلو بكنوز الدنيا حيوتة شبيك خليت المرأة وحدها وجي هاني مشيت لها جات استاذ الفينا لعيد ميلادها غدوة عندها حفلة في النصر في دارها عيد ميلادها هي إن شاء الله كل عام وهي حيا بخير نمرو قديش العام هذا شبيك حيا في عوض نفرحوا لها ونهني ونعملوا لها بحثة ما عينكش تمشي قلها ليه وتحرح بي يوم استنى استنى هاني مشي معك أي عزيزي أي الخوضة هذه قلت له اعطيني النوار انا نهز المولين الدار يا اخي ما حبش شد صحيح قال لي انا باش نمدوا بيدي اللي يدهم وشكون هو
أنا با على ما بطل 35 سنة. أنا هو جوفر تاع سيلا ياشا. نرحب بكم ونتمنى لكم رحلة سعيدة في مدينتي الأنوار والبنفسج والأزهار والأطفال. مشاهد سيدي مشاهد ديسك اسمحوا لي. عسلامة، أهلا بك، جوك باهي، فدلك. شكونو هذا بجدو؟ أو قالك شوفير تاع طونطو عياشي. طونطو عياشي يلعب معاك لي بوز. سيل عياشي بالخدام. شكون مدام حياة؟ مدام حياة؟ مدام حياة نسبها واحد شادي مادي قال لي راسي هذي ولا هذي ولا هذي هذي. مدام حياة سمحي لي سمحي لي يا مدام. سيل عياشي يقدم لك هذا الفخم الأزهار بكل عزة واحترام ويقول لك بمناسبة مرور الفريق الخضر إلى كأس العالم في البرازيل. مش هذا مش يروح الديسك راح الديسك. إيه يقول لك لك الله كيف لي حبي يا لفامي صحة بارك الله فيك. اسمحوا لي والله نسيت حاجة مدام. هاكي مبروكة عليك الجنسية الجزائرية. هاكي شرفتينا يا مدام. اسمع يا خويا هذاك باسبور تاعي تاعك. وي صافي انت يا جزائرية واش راكي ديري هنا؟ أبا أنا واش راني ندير هنا؟ أنت واش راك دير هنا وي؟ سي فري عندك الحق. لا صافي دو موا راني ريزيدون في تونس. تعلمت كلش، تعلمت البلابي كيف تاجي نسيبورتي ميم أولمبيك الكاف. مطام عقلتينيش دو بوهلا بوهلا مشاقور إن شاء الله لاباس. مال هذاك علاش أنت وليت ديما تجي مؤخر؟ إي فاهم هذاك علاش؟ ما يسالش معاه؟ ما يسالش. أمك راهي عزيزة عليا برشا. وش اسمها هي؟ اسمها نجوى. نتشرف. سلم عليه قول له راهو ثم واحد اسمه الفهم قال لك إن شاء الله لاباس. فهمة يا كيما تفهمنا؟ كيما أنا. بسلامة. فهم. علاش تفهمت سي الفاهم؟ حتى شيء يحبوا يمشوا اليوم ما تقرا اليوم الكف. تحكي بجدك؟ واحدة منهم تحب تعرف روحها مش تنجح ولا والاخرى تحب ناس نسال خطيبة مصاحب واحدة أخرى ولا. طب تحكي بجدك خالتي جمعة تقرا الكف؟ إيه مش برشا. وأنا تعرف كيفاش عرفتها سيانة. مرة قرات لي الكف قالت لي نشوف فيك في طبة خضرة داير بيك الخضار من كل جهة وكيلة مش تولي فلاحة كبير. أخي أنا خرجت من الدار دار بيا الجيش كرتفني الراب. إيه الدور ساف؟ ليش عاش بنتي هالشر بالناس عاد شنو تو؟ ربي الفهم خلينا نمشي. بدينا في التحريم من تو. شو هذاك المنظر وكل هي وكل الشعر؟ سبحان ربي شي يخلق هكا الشعر؟ اسمع سي الحلزون لا انا ماشي الخدمه كل روحت وناخذ لك حكا جيل لا يتباهى 36 شعر نزلوا في راسك كفرطاس. وينك يا ماي فرايم؟ وينك وينك وينك؟ هاني هاني يا تنت العادي ولد عمي نوعا ما ازرق هو كان مو هو الازرق والحاله هي هي كما قالوا لك دم اخدم حتى لين تموت ويا بابا لا تنقود قوت اخدم وتحزم بشريط حلو السره تلقى خيط. تيزي عاد ماي فرايم قالوا اخدم لين تموت. انا يا في الصومال يا اخي ايش تحب انت؟ كان قريب تطير طير اي اي لا لا انا حتى انا طاير بلا ريش يا دي والله كيف نحكي معاك زين زوج بارتيات هكا هاو زوج بارتيات واش هو؟ بابوش يا خيتي تو ما لعبتش ورق بروم سبور. اي على حسب لعبة البارح جبت 11 على 11 معناها في زين زوج بارتيات وتقلع اتقلع. اخطانا بجاه ربي تنتج بلا فاتك ماسك نتاعك. تي انا فاتك ماسك يا اي الورق اللي لعبناها مع بعضنا تفرج ماي فران ثبت مليح ماي فران. نارك يا بابوش مع الرصيد الذهبي اللعبة واصلة مليار. مليار مليار يا ولدي ناكي نحسب فوق الثلاثة منين طلق علي الدوخ. طب بالجد بابوش يعطوك 500 مليون ايش تعمل اي؟ شو نعمل؟ شو عندي نعمل اخي؟ بالذي لا لا يمكن نخرج خلاص ولا تعرف كيفاش؟ يا اول حاجه نعملها على وضوك يا سي خليفه ندني حزب سيادتي ديمقراطي نسميه حزب بيبيشه للدفاع والعيشه الصبح نوم والعشاء شيشه وش رايك؟ باص لك لبيه عندك يا ابو فلان
عم جونا من سلينا يا وجونا وبيتو حدينا عم جونا من الكتار راكبين في القطار نهار مغالي شبيني نغني هيك اني لا 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 فسدت خلاص مش موالفة أم خير بالله عطيه فركة به ناني ماشي ما استدعيتني كتر استيعت على الخطر الاخر برا وليدي افتح عليك را عشيت ولا فيه بس تسك فيا عيني عينك قدام ياما يا لك عرفوني قبل مسرق فيك وهذا تسوق أحمى قاضي دور عندي قانية في السروال السروال سبي قاني جاي الرباحة عشيني هذيك أطفال جبال ورقة متاكورة خيرتي عمرت النهارين وهي وقيلة باش تصدف الزهر هذاك هو تو هذاك هو واش ندير تو تو نمشي ناخذ لها شويه متكيه شويه لوز شويه كاكويه شويه فستق هي شويه قطو ها اشكون يعرف العالم نربح خير هي هلا ما لواش هي كي جوج جوارين العشوه بالك ولا ياكلوا على طيله وش ياكلوا وش يغزوا هم لواش هذاك هو سال ربي قدر الخير مساكين طفل جبال راس وراس ام بس صبح يتحدث واحد هسه الحال ازرق وتيك تحت الابيض شيء عجب هسه الحال هذيك الرسالة زعما توكيل المقروض في سليانة بقديش تفضل ميرسي ميرسي سي بوعلم زرعه واش حبيت تقولي بيان سور في الحقيقة السلعة ياشير وصالة عليك شخصيا باش نقول لك واش صار مع مطعم حيات؟ أبو هو علاش ما قلتش ليا في التليفون باش يسقسي؟ ما يقدرش هذه قضية شخصية داخلية وطنية نووية ما يقدرش يحكيها في التليفون قضية شخصية وعائلية وبعثك أنت علاه ما جاش هو شخصيا؟ قلت لك ما يقدرش راح في مهمة رسمية وسرية إلى شمال غرب الدارفور شوف يا سي بوعلام أنت راك قلت وأنا راني سمعت وكل قالت لك حجلة كي تولي من دارفور نعملوا قهوة ونحكيوا على أمورنا الشخصية نقول له يبقى تقوم أوكي ملا باي باي لا 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 نستنى قعدي مازال نقول لك حوايج قعدي شوفي يا حجلة حبيت نحكي لك شوية على روحي أنا بوعلام شاخور عبدكم المتواضع الحقير البشوش اللطيف صافي 20 سنة وانا نجمع الحب والاحسان والعاطفه في قلبي واليوم ديسيديت نبوح لك بكلش شوف يا سي بوعلام انت راك جيت في مهمه نو مرحبا يا خويا قول لطونطو عياشي بون فواياج كي يولي نحكيو على امورنا ما تنرفش انا قصدي شريف وكما يقول شاعر الحبشي الفرق في الطول بين العاشقين شيء نورمال زهري فيكم خصني غير شخلول واحد اخر هاي باي باي هذه اللي كنت نستنى فيها يشرف عائلات شاقور ان تدعوكم الى حفل زفاف بوعلام بحجلة يوم الاربعاء القادم على الرابعة صباحا بقاعة الجنازات بحسين بحبه انا نخليكم انا توا ما عادش عليا بكري بالكل بزيد عندي برشا قضيه لازمني نقضيها نعمل عليكم اميله حياه مشيش تعملها فيا وما تجيش ليلي تهنى بقدره ربي نجيو عايشك وانت شكادك يجهزنا بالكرعبه اي والله فكره هيا للك ها اميله تربطت السلام عليكم اهلا حجيلة حجلة انت زيادة راك مستدعية وين مستدعية يا مدام لعيد ميلادها جيت تستدن فينا باش تعمل حفلة عيد ميلاد سعيد ان شاء الله اسمعي ولا تجي حياة اوكي ولا ما تجيش حياة انا ما نقدرش نجي حياة ذيك هي اللولة هو فما محفل يحفل بليش حياة العزيزة الغالية يعيشك يا سلوى يا خو بخاطرك
لعيشك أيك هاو ملينا نخليكم توا يا خيتي علاش مزروبة تي قاعدة فترة حدينا لا يا عيشك والله لا نجم يا حي عندي الدهين في الدار وزيد عندي برشا قضيت لازم نكمل نقضيها له هكا هاو هاي الأيام جاية وإن شاء الله تعاون نجيب حداكم خليها على راحتها هيك ولات بنت الدار توا بسلامة بسلامة هاي بسلامة خل نشيك باي باي حياة وش هالحكاية اسكت اسكت تنقول لك من بعد قولي شنو حكيتو الراجل شحشتو بيك الراجل قال لي بعثوا سي العياشي باش يسال عليك يا لالا وعليا وما العمل عملتها يا خيتي فسر له فهمه قول له بالحق رانا نفدلكو حياة خلاص ما تقلقيش دوك نقول له اما سي بوعلاب قال له بلي حاجته بيا انا عنده 20 سنه وهو يخزن في الحب ما لقاش لمن يبوح به هكا في صح في صح أو طلع كوبي كونفورم من جي خويا هذا وقال لك فرق الطول مالوش مكان بين العاشقين يا حياتي رحب بك تصوري هكا انا وياه متصدري كاس متصدر مع قرعه احسن يبكي اي جا قرايه عكا ما نحكيليش جيتك للحمامات وسيكو سيكو يتنفع في البنات تحبس لنا نمشي نطل على الساحب المنجي ونجي ما تحركش فهمت هاي سيدي لنيبو هذا يجي يهمني اهلا بصاحبي المنجي اهلا وسهلا بصاحبي ابراهيم شنو المحطوط شنو المهنه يا صاحبي مش انت هيك اللي نعرفه هنا من عيب تعرف تعرف لما كنت انت تعرف من الكنسر ولا طويل اه ابي بتاع حلزون انت قصيته هكا ولا لا اش رايك طلع عليه ولا لا ودي خمسه وخميس عليك اسمع ايش عملت اليوم يا صاحبي صورت شويه فلوس الحمد لله يا ربي صورت الخير والبركه صلح حتى انت ربي يفتح في وجهك لا لا نحكي لك نحمد ربي ونشكره راهو تعرف يا فهيمه نستنى في سبانخ باش يجي ويجيب لي السلعه هيك هو غدا بقدا تربي باش تتك مواصل ان شاء الله يا رب والحلزون حلزون يا حبيبي كيفاش بيرقوا فينا يا فايز؟ قال لك معمر وريقه بريما سبور هذا مازال ما ربحش وعملك مالك انا راك وحش مش عاملنا طردنا من البلاد محسوب اسمع يا ما قلتليش عاد شنو رايك في الحانوت بتاعي هيلا ولا؟ صلى على النبي ان شاء الله ربي يزيد ويبارك لما كنت انت ما قلتليش واش انواع الحيوانات مش تبيع تتبيع السيكو سيكوات يا وين يا سيكو سيكويت وين بيش نحطهم يا ودي اسمع افهم جاي هيك احمد شبيل كلمته على شويه سلعه قال لي مفقوده نيجي باش ندبر لي شويه حنوشه ندبر لك واش حنوشه 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 يا ودي هذا اللي بيك نجيب لك حتى بفطيره كرارات تناسي الكره ما تقدر ربي كلحناش غادي في برن بالحق فهيمة اسمع على قديش تحسب لي العيبه يا صاحبي نحسب لك الحناش الصغير ب 20 دينار والكبير ب 40 دينار واللفعة بحكم اللي هي أنثى تنجم تجري نحسبها لك ب 50,000 برك يا حبيبي حربين 50 كابا مش لازم مش لازم تعرف كان نمشي أنا وحدي للكوكو تو نجيب التماسح أرخص من الحنوشة نتاعك إيه لك أهو باقي عاد نقص كان نجي تو راه تنت متعودني هذا تو طلب وقت بيان فارس تو هو لاينج وقته تو وقته الو الو خميس وراك مخلوق ماشي قداش الكوش هبا انت مازلت تبون التيش انت تنشتي على الكوش علق علق يا خميس علق نستنى في التليفون راجل راجل خميس راجل تهني قدرة ربي بعدك انت نحلم عن زوينا ياي الرباحة جايبة المليح يا رب يا رب ان شاء الله مروحة جبت لنا المتفكات انت سيبي لانجر لا لا اخياتي لا الضيافه هذوما واش تحب يجوا الناس يباركوا ليا ما يقوش ما ياكلوا ثاني بقدره ربي تبعت في الليل ندنوا لها السهريه قنقومه نهار مغلي المجير قبل الكوين لا لا مش المجير لحصير قبل الجامع هاي نحط لك الفطور لا 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 اخياتي ما عينيش ما عينيش لا 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 الا ما تاكل دنت لك زوز انواع نتاع عمك هلا واش شكشوكه بالبصل وشكشوكه بالفلفل واللي بالبصل ما فيهش فلفل واللي بالفلفل ما فيهاش بصل وكي خلطوه مع بعضهم بعض ما يقعدوش شكشوك يولوا مرمز عشان هي رايك مرمز؟ قلت شكشوك يا خيرتي تو
اضرب ليه لين تكرسي. خيرتي مقرونة دي اللي اعطينيه مكبر ليا دي مقرونة وليدي ما دريت عليه عادي بروح نطيب في الشكشوك كوب كل حد شيء تاو خدوة نطيب ليك الكمونين. تنت وينك اخي؟ رجعت القهوة؟ هي واللعبة مازالت ولا كملت؟ مش عربي مازال شوية بركة؟ باهي انا شايك تو مراك الظريفة هي نوكل ربي نوكل ربي امين. تعال ماشي ما قلت ليش من السمال حنوتة ذي اللي بالله حنوتة بحرني بها في الطماطم انا ابراهيم ما جا ما جا ما غاز باهي ما غاز وش من السمال تعرف ابراهيم لقيت لها اسم سمح ياسر بس نسميها عند المنزل زيزي ولا بيع الحيوانات الأليفة ها؟ أنا بغى المطر اللص أطول من الدستور وأعتعب له تكسي بشغلت عليه علاش ما تسميهاش مثلا على سبيل المثال سيكو سيكو. برشا حس بي فران برشا حس نفس المنظر خويا نقص لي الحس خرج جسمي ولا سكر عليه الشيفة خلاص. نعم بابا سكر تام زي بسيادك تسمع انت يجي خورة خويا تحب تسمع براحتك برش تحانوتك اي ولياي 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 ربح جبت 13 على 13 ربح انت ولا انا الزوز 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 يا بطل مش خطر شبابها الزوز الزوز ها المنظر ها نطلع الجازوز طرني طورني جازوز الناس كل احسن منا باش طورني الزوز 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 ما عرفتش نامي يا حلال الله وما هيش نورمال